إذا كان الإمام يقرأ في الصلاة ومر بآية سجدة وأراد الإمام أن يسجد، هل يكبر أم يسجد دون تكبير؟ يكبر إذا أراد الإمام، إذا مر الإمام بآية سجدة وأراد أن يسجد فإنه يكبر للنزول وللارتفاع من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، وهذا منه. نعم.